بس يعني سهله، مفيش مشكله، الناس يعني مش هتدقق معانا. لازم ارحب امير بيوسف علاء المحلل اللي كسب معانا، يوسف تفضل يوسف المحلل اللي كسب معانا في حلم اوضه لبس. الاخبار عامل ايه؟ كويس، منورنا. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه يوسف؟ احكي لي قصتك ايه، انت راجل يعني انا شفتك ان انت بتحلل بشكل كويس جدا، وحللت المباراه بتاعت بيزي وماسي بشكل كويس جدا، قول لي القصه. انا راجل عندي 22 سنه، بدرس في الجامعه الامريكيه، بدرس صحافه واعلام في الجامعه الامريكيه، اخر سمستر ليا، بحب الكوره قوي، عملت يوتيوب شو من وانا في جريد 10 وانا في المدرسه، يمكن عملت مع حضرتك انترفيو، مش فاكر لو حضرتك تفتكر من سنين. ممكن وقف فادي دجله بقى ايام قطاع الناشئين في الزمالك. ممكن. ف يعني عامل اليوتيوب شو من زمان. شفت بقى انا بساعد الشباب على طول كلهم على فكره. عايز اقول بجد مش هزار، انا اصلا كنت يعني مستنيه يخلص، وانت تقريبا يعني ما فيش مشروع تخرج الا وظهرت فيه. ما فيش يوتيوب شو الا وظهرت فيه. لما بيقول لي كل الناس بتاعت الجامعه انا فعلا عندي مشروع تخرج، كنت لسه والله حاجه كده بعد الهوا. بس دايما اي حد انا بقدر اساعده الحمد لله. شكرا، ربنا يخليك. فكان عندي يوتيوب شو بطور الحته دي، ابتديت مؤخرا اخش في دماغ المدربين، كبرت شويه، فكبرت دخلت الجامعه، ابتديت اركز شويه في حته المدربين بيعملوا ايه كده. عملت حلقه عن الكابتن الجوهري، عملت حلقه عن يوهان كرويف، عملت ازاي ساعد جوارديولا ان هو يطور، يعني ازاي مهل لجوارديولا الطريق ان هو يعمل استرساس من اول الروندو اللي عملها. يوهان كرويف كان بيقول لك الروندو اللي يعني هو اللي اخترعها من الاخر كده، الروندو دي ممكن تخليك انفولت في كل شيء في الماتش الا انك تشوط على الجون، ممكن اسمه ده يعني تفتح زوايا تمرين، تعرف ازاي تستلم تحت الضغط، ازاي تعرف تتصرف في مناطق صغيره جدا. فدي حاجات كلها كنت بخش فيها. بس خليني اعدل لك بس قصه، يعني انت بتتكلم صح في حته ان جوارديولا خد شغل من كرويف وكله، لكن المؤسس المدرسه دي نيسكنز. رينس ميخلز اللي كان بيدربه. ميخلز ونيسكنز، يعني ميخلز هو يعني نيسكنز وميخلز هما الاثنين بقى. ميخلز كمان لما راح برشلونه خد، ابتدى هو اللي اسس لاماتسيا، وهو اللي هم اقتبسوا مدرسه اياكس. كان في انا يعني يعني موضوع اياكس بالنسبه لي مهم جدا. صح. ان الناس ما تغفلش ان اياكس هم اللي نقلوا الفلسفه. ما هويه ايرس. انا في حاجه كمان بخصوص كرويف، انا كان في قانون زمان في برشلونه ان هم كان اعتمادهم اكتر فيزيكال، ان هو ازاي اجيب لعيب بنيان جسمي. هو جاب جوارديولا وهو صغير وابتدى يلعبه. فانا فهو الفكره ان هو كان لعيبه كانت اكتر، يعني في رول انك لو اقل من 180 سنتيمتر ما تقدرش تلعب في برشلونه. كرويف لما جه غير السيستم ده وقال لهم لا، ازاي ما ينفعش الكلام ده، انت تدور على اللعيب السكيلفول وبعديها تغيره يبقى لعيب كوره. عشان عارف مين واجه المشكله دي برضه في برشلونه؟ مين؟ تشافي مع ريكارد. تشافي ما كانش بيلعب مع ريكارد خالص. كان بيقول له ان انت ضعيف جدا ان انت تقدر تلعب، لان برضه ريكارد، هو ريكارد كان طويل والتكوين الكوره بتتغير على فكره. الكوره بتتطور من الاول. جه في وقت ان لو اكل لعيب نمر 10 اللي هو ديل بييرو وتوتي واللعيب نمر 10 كده، بقى نمر 10 بيصنع لعبه من ديبر بوزيشنز من بدري في الملعب. بس على فكره احنا راجعين للقوه البدنيه تاني. هي دي الفكره، ان صحيح الكوره بتتغير، بس كتير قوي بتلاقي ان احنا رجعنا للمدارس القديمه تاني. انا بحب المدارس القديمه، بحب الكوره على طول يطلع من دماغك واشتغل فيزيكال دي عنيف. لا والله بس على طب انت شفت الفيديو اللي انا نزلته اللي فيه كباري و شفته؟ بقول لك ايه، في كوره عاليه. بقول لك ايه، انت كنت سكيلفول، ما عنديش مشكله في ده، انت كان عندك سكيلز بالنسبه لمهاجم خصوصا في الفتره اللي انت كنت فيها. بس انا عامل اسيست كتيره جدا والله. بس فعليا الفتره دي احنا يعني العالم كله رايح لفكره اديك شفت مارسي كسب ازاي. خلي بالك عشان يوسف ابتدى يتضايق منك. لا انا حاسس اني لوحدك. انا بس كان في يعني كنت عايز اتكلم على حته اللي هو اللعيبه رقم 10، رقم 10 التراديشنال، رقم 10 اللي هو دلوقتي بقى البلاي ميكر، اللي هو طبيعي كان بيتلعب خطه 4 2 3 1. دلوقتي الفكر ده ابتدى يتغير شويه، بقيت احس ان الفرق ابتدت تميل اكتر ل 4 3 3. حته ان هو يعني لو ركزنا تلاقي ديفيد سيلفا كلاعب رقم 10 هو دلوقتي اتاخر برقم 8 بيصنع لعب وفي نفس الوقت بيخش. دي بروين نفس الحكايه، دي بروين هو اصلا رقم 10 بس جوارديولا عرف يطوره في حته 4 3 3. فحاسس ان 4 3 3 والانفيرتد وينجرز برده بتفرق في الحته، يعني اللي هو دلوقتي كله باريس سان جيرمان 4 3 3، بايرن ميونخ 4 3 3، لايبسيج 4 3 3، كله بيلعب 4 3 3. انا اسف، اتفضل. انا في قصه كده كنت عايز اقولها عن جوارديولا. اول ما راح يدرب، اول ما جوارديولا بعد ما اعتزل وكده، حب ان هو يستشير مين؟ يستشير بيالسا ان هو كمل حب ان هو يستشير بيالسا ان هو يدرب ويساله بقى ايه رايك لو انا اخش وادرب وكده. بيالسا قاعد معاه 11 ساعه بيكلمه في الكوره، اللي هو عمال يقول له هوس المدربين بكره القدم. ما دي حقيقه، ما هي على فكره الشغلانه دي كده. الشغلانه دي لو عايز تنجح فيها لازم ان انت تفضل على طول مرتبط
يعني حياتك كلها كوره. ففضل مكمل معاه 11 ساعه وبيتكلم وبتاع، وبس خلي بالك الجماهير هيضغطوا عليك، الاعلام هيضغط عليك، الاداره مش هتبقى عاجباك شغلها. في النهايه قال له جوارديولا، ساله كده بقى، قال له طالما انت عمال تشتكي لي من كل ده وانا المفروض جاي استشير منك اخش التدريب ده ولا لا؟ قال له طب انت ليه مكمل فيه؟ فبيلسا رد عليه قال له اي نيد ذا بلود، اي نيد ذا بلود اللي هو انا هي بتجري في جسمي الادرينالين اللي هو الاحساس، انا عايز اخش اكسب، عايز اطبق فكري دوت واشوف اللعيبه واللي هو الابس اند داونز بتاعه الكوره. سلافن بيليتش كان بيتكلم في انترفيو كان بيقول، كان بتبص على المدربين بتلاقي ان مدرب زي كونتي بيصفر في الملعب، ان هو تحس ان هو بيعيش المباراه لدرجه ان هو ما يقدرش يخرجها من جسمه، وبالتالي بتحس ان فعلا هي موضوع هوس. طب انت ايه رايك في عوده بيلسا للبريمير ليج مره ثانيه؟ بيتكلم عن بيلسا، انا شايف ان هو هيفيد بس في نفس الوقت هيضر. ان بيلسا بني ادم بيرفكشنست، عايز ما يتنازلش عن افكاره، عايز الفكره اذا شفنا ماتش ليفربول اي مدرب صاعد من الشامبيونشيب للبريمير ليج بعد 16 سنه مع فرقه هيقولك ما انا اخش امن شويه العب على الحته اللي هو من تحت. سلعب ماتش كويس جدا قدام ليفربول، حتى الكلوب نفسه اشاد بفرقه ليدز. يعني دي حقيقه الفكره، ان هو انا خايف من الحته دي ان هو اون ذا لونج رون. الفكره ان هو المدرب لما يعني الاحمال البدنيه وكده، هو بيحسن مدرب عنيف شويه في الحته دي، ممكن يخلي التمرين 5 ساعات او اكتر، فبالتالي الحته البدنيه عنده ممكن توقع الفرقه منه. فده حصلت معاه السنه اللي قبل اللي فاتت في الشامبيونشيب، في حته الشامبيونشيب السنه اللي قبل اللي فاتت. احنا نكتب التشكيله يا جماعه بس طبعا يا بس كده جاي على يوسف يا جماعه في الكاميرا ولا لا؟ لا لا مفيش كاميرا واسعه. المفروض على فكره زين يتم خصم منه 4 ايام. اه والله، لان انت المفروض ان والفلور مانجر، لان هم ما تاكدوش ان القلم شغال، فبطلب من اداره قناه النهار بخصم 4 ايام من زين. بقول لك ايه، بمناسبه ان احنا بنتكلم دلوقتي عن الفلوس، انا معلش انا اسف يا يوسف، فيعني في حاجه بصراحه عايز اعلق عليها في موضوع الفلوس فلوس ايه اللي حصلت مع كارترون والزمالك. ايوه الحقيقه وانا بكتب كده ان موضوع الشرط الجزائي ده رهان، والرهان ده هو ضمان حق. انا بشوف ان هو لا انا بشوف ان هو بيخسر الانديه اكتر ما بيخسر المدرب. ازاي؟ ان النهارده الشرط الجزائي في عقد كارترون ما كانش كبير، فقدر ان هو يدفعه. وطبعا مفهوم ان الزمالك لما بيختار ياخد الاوبشن ده بيبقى لانه هو لما عايز ان هو يغير المدرب ما يدفعلوش كتير زي اللي كان بيحصل في المشاكل اللي فاتت قبل كده. بس انا بصراحه شايف ان فكر الزمالك دلوقتي اتغير. الزمالك بقى عنده سكواد قوي، بقى عنده قائمه كويسه، وبقى عنده استقرار. ايوه انت قصدك ايه يعني؟ ان لازم يكون شرط الجزاء اكبر من كده يا معلم. الزمالك شهرين هيعمل ايه طيب؟ لا طبعا الشرط الجزائي لازم يبقى العقد كامل. انت عارف الكلام ده بيحصل في اوروبا، مفيش حاجه اسمها الشرط الجزائي شهرين. انت المدرب يعني مثلا أليجري لما مشي من يوفنتوس ايه اللي حصل؟ يوفنتوس فضل يدفع الشرط الجزائي بتاعه، أليجري ما رضاش يمسك فريق علشان ياخد قيمه عقده كامله. وابتدى يتكلم مع انديه امتى؟ لما خلص. صح دي ماتيو ان انت تعملها بقى بشكل دي ماتيو فضل كام سنه ما بيشتغلش علشان يفضل ياخد فلوس من تشيلسي. ناس كتير جدا، ومارتينيول في توتنهام فضل ان هم يدفعوا له. فبصراحه يعني انا عارف ان الزمالك والاهلي بيبقوا احيانا خايفين ان انا المدرب بتاعي ده ممكن يفشل، بس فايلر عنده شرط جزائي في عقده لفتره معينه يحق له ان هو يمشي من غير ما يدفع فلوس. انت وده على فكره اللي مخلي الناس دلوقتي بتتكلم ان فايلر ممكن يمشي. ليه في قلق من فكره رحيل فايلر؟ ان في مشكله في عقده. انت لا، انت نادي كبير سواء اهلي او زمالك، حط شرط جزائي كبير، وانت مفترض ان انت نادي عندك بالذات ان مرتبات عاليه جدا بالنسبه للمدربين يعني، وانت كمان عندك مشروع، مفترض ان انت يعني انت النهارده جبت كارترون فتره لحد نهايه الموسم واقنعك وقدرت ان انت تكسب بطولتين معاه. العقد الجديد ده كان لازم يبقى بشرط جزائي كبير طبعا. مش لمده سنه وشهرين بس، لا انت خلاص وثقت في المدرب. وخد بالك هو عنده مشروع، هو طلع ناشئين يعني، الراجل كان شغال. ده كان شغال كويس يوسف. انت حللت الماتش بشكل كويس جدا، وهتبقى موجود معانا في طبعا في الفينالي او الترايلز الاخرانيه اللي هتبقى موجوده. بتمنى لك التوفيق، نورتني في برنامج اوضه اللبس، وعايزك كده دايما تفضل ان انت تشتغل برضو جنب شغل الجامعه وجنب شغل حتى بقى ان شاء الله ما تتعين، ان انت تفضل تحب الكوره وتحب التحليل وتفضل متمسك بالحاجه اللي انت بتحبها.
ولو جالك فرصه ان انت تشتغل فيها تشتغل بشكل كويس بتمنى لك التوفيق. شكرا. بس عندي طلب بس بخصوص اللي هتخرج خلاص. انا دلوقتي بدور على شغل, فبدور على شغل في حته الميديا. انا زي ما قلت لحضرتك انا بدرس اعلام وكده, فكنت اتمنى ان هو يعني اكمل في الحته دي. فكنت بدور على يعني لو في اوبورتيونيتي. طبعا احنا هنساعدك دايما بعد الهوا, هنحاول ان احنا نساعدك في القصه دي. بشكرك, بشكرك يا امير. شكرا. نورتوني النهارده. كان يعني يوم مليء بالاحداث والمفاجآت. زي ما قلت لكم انا نمت صحيت لقيت الزمالك من غير المدرب. اتمنى ان احنا نكون عرضنا عليكم الموضوع بانجلز وزوايا مختلفه.